شريان التجارة العالمية والجسر الرابط بين الشرق والغرب. حملت تحديات وشهدت إنجازات عديدة منذ افتتاحها في عام 1869 لتكون شاهداً آخراً على بطولات وإصرار الشعب المصري العظيم. وفي الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة تستمر الإنجازات لتطبيق استراتيجية تنموية متكاملة بدعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. محاور أربعة تضمنتها استراتيجية هيئة قناة السويس 2023 لضمان الحفاظ على الريادة الملاحية والتجارية، وهم: محور استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي، محور تطوير الأسطول البحري للهيئة، محور تعظيم الموارد وتنمية الأصول، ومحور التحول الرقمي. خطة تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس تشمل إنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي للقناة الجديدة لزيادة معدلات الأمان والقدرة على مواجهات الطوارئ المحتملة، لتحتفظ القناة بقدرتها على المنافسة العالمية ومكانتها العالية في التجارة العالمية كعهدها منذ افتتاحها. عملية إنشاء جراج جديد للسفن بموقع كيلومتر 82 غرب قناة السويس الجديدة، ويعد الأول من نوعه وبداية لسلسلة من الجراجات الأخرى على قناة جديدة. وهو المشروع باختصار عبارة عن توسعة داخل القناة بعرض 100 متر وبطول حوالي كيلو. التوسعة بنقدر من خلال التوسعة دي إن احنا نزود قدرة القناة على مواجهة الطوارئ المحتملة وبالتالي زيادة معدلات الأمان. الأعمال بتنقسم إلى شقين، شق مدني وشق بحري. الشق المدني الأعمال بتشمل إزالة أو حفر على حفر الجاف لكمية قدرها أكثر من 2 مليون متر مكعب، واستخدام ناتج الحفر لتدعيم الجسور الخاصة بحوض الترسيب المقابل للمنطقة، بالإضافة لإنشاء تكسية جديدة باستخدام الدبش لحماية منطقة الجراج بطول كيلو، بالإضافة لعمل تحويلة لطريق المجرى الملاحي القائد أمام منطقة الجراج. كما تشمل أيضا إنشاء عدد شمعات، عدد 8 شمعات طروات سفن قدرة 150 طن. بنقدر بعد كده ننتقل للشق البحري باستخدام تكريب باستخدام كراكات تابعة لهيئة قناة السويس خاصة بإدارة هيئة قناة السويس. بالضخ نقدر نضخ بالكرك المنطقة للأعماق المطلوبة، وبنقدر نضخ ناتج التكريك عبر خطوط طرد داخل حوض الترسيب المقابل للمنطقة. إنشاء قيسونات وشماعات رباط للسفن وعمل الصيانة الدورية كان جزءاً أساسياً في خطة تطوير المجرى الملاحي الأهم والأنشط في المنطقة، وعملت عليه أكبر كراكات الشرق الأوسط للحفاظ على أبعاد المجرى الملاحي. وكانت في مقدمتهم الكراكة مشهور التي تعمل على تعميق وتوسعة جزيرة البلاح بطاقم عمل يتخطى 60 فردا. وقد قامت بتكريك 3 ملايين متر مكعب منذ يناير عام 2020. وقد نجح تطوير قناة السويس في رفع طاقتها العددية والاستيعابية تماشيا مع اتجاه الترسانات العالمية لبناء سفن عملاقة ذات غواصة كبيرة. النشاط الرئيسي لترسانة بورسعيد البحرية هي صيانة وإصلاح وبناء السفن. تشهد ترسانة بورسعيد مؤخراً ازدهاراً في حركة البناء الجديدة نظراً لسياسة واستراتيجية هيئة قناة السويس في تحديث الأسطول البحري بالكامل منذ 8 أشهر، حيث تم تدشين 3 قاطرات: القاطرة عبد الحميد يوسف، والقاطرة علي شلبي، والقاطرة مصطفى محمود، وجاري حالياً إعداد القاطرة لطفي جدالله للتدشين. تحرص ترسانة بورسعيد البحرية على تطوير معداتها، وخصوصا المعدات التي تستخدم في بناء السفن، منها على سبيل المثال ماكينة CNC قطع حديثة تستخدم في بناء السفن وبناء الوحدات الجديدة. فنجحت في استقبال أكبر السفن حجما في العالم، وشهدت مرور أكبر سفن الحاويات، فيما يعد اعترافاً عالمياً بإمكانات القناة وتطور أبعادها وإجراءاتها التي سمحت بمرور سفن الحاويات العملاقة في وقت واجه فيه العالم تحديات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وما تبعه من إجراءات. نجحت قناة السويس
في الحفاظ على معدلات أعداد وحمولات السفن التي وصلت إلى 19,311 سفينة بحمولات 1,021,000,000 طن خلال العام المالي 19-20 في إنجاز كبير ومبهر. وهذا باتباع السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة وباتباع أعلى وأقصى درجات الحماية والأمان للحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين مع السفن مما طمأنهم على طاقمهم وحمولاتهم، فزاد قدرة القناة التنافسية في وقت أثرت فيه الجائحة على معظم الطرق الملاحية في العالم. I'm Captain Zhou of HMM Gdansk. This is the biggest container ship in the world. I'm happy to join in this ship. And also, this is the first time to transit New Suez Canal to me. And also, this is first time to join and transit New Suez Canal as in the ship. So, my first impression, the New Suez Canal is very easy to transit as before, and also good pilot assist to me very easily and friendly. So I'm happy to be joined here, and I hope to transit New Suez Canal in good condition. Thank you very much. وفي الوقت نفسه استطاعت هيئة قناة السويس التعاقد على بناء كراكتين من أحدث وأكبر الكراكات بالعالم، وتم بالفعل تدشين الكراكة مهاب ماميش والتي شهد مراسم تدشينها بالفيديو كونفرنس بترسانة IHC الهولندية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. ومن المقرر تدشين الكراكة الثانية حسين طنطاوي في أكتوبر 2020 بالإضافة لبناء 10 لنشات جديدة بالشركات التابعة للهيئة في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم أصول الهيئة وتحديث أسطولها من الكراكات والوحدات البحرية لتظل عنصرا هاما في الملاحة والتجارة العالمية. وتماشياً مع سياسة الدولة في التحول الرقمي وتطبيق الشبكة الموحدة، نجحت قناة السويس في تحدي آخر وهو إنشاء البنية الأساسية اللازمة للتحول الرقمي بافتتاح مركز البيانات الرقمية الرئيسي بالإسماعيلية ومركز البيانات التبادلي ببورسعيد وإطلاق 4 خدمات إلكترونية جديدة، وهم خدمة طلب عبور السفن، خدمة الخطوط الطويلة، خدمات الترسانات، وخدمة المناقصات والمزايدات. كما نجحت الهيئة في تطوير محطات المراقبة الملاحية في 16 المتراصة بطول المجرى الملاحي للقناة وإدخالهم ضمن منظومة التحول الرقمي لتظل قناة السويس نداً قوياً ومنافساً لأقوى المؤسسات والهيئات تطوراً في العالم. كما تخطى جهد الهيئة العمل الملاحي وقامت بافتتاح أكبر وأحدث وحدة للقلب والقسطرة بالشرق الأوسط، كما قارب العمل على بناء استاد القناة الدولي على الانتهاء ليكون قرية أولمبية صغيرة بالمعايير القياسية للاتحادين الأفريقي والدولي. ما تقوم به هيئة قناة السويس الآن وما قامت به سابقا وما ستقوم به أبدا إنجازا وعملا مشرفا يفتخر به كل مصري. ولهذا يتم ترميم المقر الإداري الأول لقناة السويس ليصبح متحفا عالميا يسرد تاريخ القناة ويوثق أهم مراحل تطوير المجرى الملاحي لها. من 6 سنين كان الحلم والبداية بدفعة قوية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفر قناة جديدة. النهاردة بعد مرور 5 سنوات من حفر قناة السويس الجديدة مستمرين في مشروعات التنمية بخطة استراتيجية طموحة لاستكمال مشاريعها. هيئة قناة السويس ستبقى أحد أهم مصادر الفخر والنور في تاريخ المصريين، وستظل شاهداً على إصرار المصريين على أن تبقى مصر قلب العالم والاختيار الأول تجارياً وسياحياً وملاحياً.